ليش يا اخي ليش؟ ليش شباب العراق ايش بيها؟ جايبين السوريين والمصريين والبنجلاديش والايران والفلسطين والهندي كلهم جايين بالعراق. يعني شلون الدوله؟ وين الدوله؟ الدوله علي من يعني ذولا غير طلعوهم يا اخي طلعوهم. ارجوك يا وزير الداخليه يا عبد الامير الشمري اخوك الزغيري ناجدك من اخ يا اخي المقدر يا اخي المعزز يا اخي المحترم طلع اليد. السلام عليكم. اول شيء يعني انا اطلب من الاخ العزيز القدير المحترم الشمري وزير الداخليه عبد الامير الشمري يعني مع الاسف الشديد دي يطبوننا من الحدود والله العظيم مصريين بنجلاديش سوريين افغانيين. يعني مع الاسف الشديد الشعب العراقي اقتصاده غالي واليوم ذولا جايين محافظات امن اهل بغداد من محافظه كرمية بس ده الشعب العراقي اقتصاده غالي ومطبوين ايد 10 ملايين يد عامله بالعراق. زين الى شلون هاي الشعب العراقي ايش راح يسوي؟ الشعب العراقي ايش راح يسوي؟ قل لي يعني يا اخي سووا حمله عليهم ثلاث ارباعهم طابين كلك وشلون طببوهم ذولا؟ على اساس طببوهم؟ الى الشعب العراقي المواطن العراقي اليوم الشاب يقول لك انا ما اقدر اعيش نفسي صرت لان هذا يشتغل ب 5000. زين اسالك بالله ورسوله اليوم هذا المصري اللي يجي والسوداني والايراني وكل الدول جت بالعراق والسوري والاردني يعني انتم لا عايشين نعيم وشعب العراق انذل؟ يا اخي والله شعب العراق انذل. شباب العراق صاروا يعني فرد مره انتهوا يعني باكج قال ما يقدر يشتري له. يعني مدخلين هذول الغربه 10 ملايين يد عامل هنا شلون يعني هذا يا اخي يا اخي هسه عوف رفعه. احنا اريد ذول اخي ذول الغربه. انا صوتي يوصل لعبد الامير الشمري الاخ العزيز المحترم يا اخي شو اللي يسميك اسميك بس يا اخي طلع الغربه عنا طلعهم يعني المواطن العراقي قاعد ايجار ب 500 وعنده عائله. السوريين نايمين بالبيوت وبالمحلات يا اخي سووا حمله عليهم. يا اخي مناشده لاخوي العزيز الاخ الكبير الاخ المحترم عبد الامير الشمري بذمتك وبذمت اهلك الى ما سووا حمله على ذوله. يا اخي سووا حمله على ذوله الغربه دوخونا يجيبون الفساد يبوقون ويسلبون وهنا ونايمين بالبيوت ذمه برقبتك يا عبد الامير الشمري اخي من اخ لاخي يناشدك يا اخي طلعهم ذولا طلعهم الغربه. احنا مش نروح الدول راسا اقامه وهاي ليش ما مضبطين الحدود؟ ليش يا اخي اضبط يا اخي عبد الشمري اخوك قاعد يناشدك وهاي العالم كلها تناشدك. طلعهم يا اخي طلعهم لاقتصاد العلاقه غلى صار عالي ذم برقبتك الى منطقه. والاخ محمد الشيعي السوداني ان تسوي له حمله عاجل فورا تطلعهم ذول الغربه كلهم نطلعهم. وهذا الخافي انا هذا كلامي يسيء؟ لا هذا صح هذا صح كل الشعب العراقي صح صحيح. والله العظيم هسه كلهم هسه هذول يحجون كل هذا يا اخي الشعب يعني شعب عراقي ما يقدر يشتري له ملبس ما يقدر يشتري له لان الغربه تاسيل البلد 10 ملايين يد عراقيه بالعراق يشتغلون. ليش يا اخي ليش؟ ليش شباب العراق ايش بيها؟ جايبين السوريين والمصريين والبنجلاديش والايران والفلسطين والهندي كلهم جايين بالعراق. يعني شلون الدوله؟ وين الدوله؟ الدوله علي من يعني ذولا غير طلعوهم يا اخي طلعوهم. ارجوك يا وزير الداخليه يا عبد الامير الشمري اخوك الزغيري ناجدك من اخ يا اخي المقدر يا اخي المعزز يا اخي المحترم طلع اليد العامله طلعها من هنا طلعها. الشعب العراقي ترى انذل انذل والله انذل ولا ما تطلعون هذا يعني مع الاسف الشديد ليس للدوله حصير هاي. لا فوضى صارت فوضى يا اخي صارت فوضى مو تحملكم مرتين ثلاثه تطلعون تسوي لكم حمله عليهم وبعدين كل اللي يطلعون وعليهم ان تدقون الغرامه ذولا وسجن تسجنون ذولا شلون على اساس تدخلون؟ على اساس كان اقامه حتى لو اقامه له يخلص اقامته يسفر ماكو يد عامله يجي سياحه اي ما يجي يشتغل هنا ما يريد يشتغل هنا لان الشعب العراقي ثلاث ارباع جوعان الشعب العراقي ثلاث ارباع محتاج لان ما عنده يا اخي قاعد ايجار قاعد هذا. وانا اخوك ومحمد الشيعي السوداني يا اخي ارجوك مناشد لاخوك مناشد لابنك الصغير شو تريد شو نسميني طلع الغربه اليد العامله
اليد العامله تطلعها من هنا، ما نريد يد عامله يا اخي. وانا اشكرك طولت عليك. اشكرك انا، فهذا صوتي يوصل ان شاء الله. والله يوصل ان شاء الله. انت دائما قناه السمراء والله دائما هي المفضله، ودائما انا متابعها القناه. قناه والاخ العزيز متابعه، هذا صاحبي متابعه والله، بكل مظاهرات يظهر هو، بكل مظاهرات يطلع هذا الاخ العزيز. واشكر قناه السمراء، واشكر الكادر منها، واشكر المدير بها، واشكر كل عمل بها. وان شاء الله هذا الصوت يصل لاخي الاخوي عبد الامير الشمري المحترم المقدس، عز امي هيك والله لازم تطلعهم ذولا يا اخي.